something you live. Rap is something you do. Hip hop is something you live. لما ساز بيجي هيب هوب عربي مش انجليزي مستقبلي بايدي واوا تيكي ريزي انا هو شيني باخ في هوديني نصائح احسن من نصائح ميكافيني مرحبا انا علاء الدين معروف بهونغ فو البريك فو كرو اليوم جاي اعطيكم درس تاريخ راح احكي عن تاريخ الجرافيتي. الجرافيتي هو فن الرسم على الحائط او على الحيطان يعني على الجدار. بلش هذا الفن من زمان زمان من قبل 5000 سنة يعني من قبل الفراعنة وهي الاشياء كانوا يعني اجداد الفراعنة زمان زمان يجوا كانوا عايشين زي ما بتعرفوا بالكهوف وهي الاشياء كان وضعهم مش كتير متحضر زي هلا كانوا حتى يعني هذا الاشي موجود في الانسان من هذاك الزمن لما واحد يطلع يصيد بصيد غزال مش عارف ايش وهذا بروح بروح على الكهف بروح برسم منه غزال وبرسم ناس تلحق فيه وحملين الرماح واشياء وهيك بزدد عليه فكان يعبر عن اللي بعملوه انه بالرسم على الحائط. هذا هو فن الجرافيتي وظل موجود لحد هذا الزمن بس بزمننا اخذ شكل جديد بفكر جديد اللي احنا بنسويه اللي هو هيب هوب جرافيتي. الهيب هوب جرافيتي بلش في امريكا بلش في فيلادلفيا بالتحديد وبنيويورك بلش باواخر الستينات طبعا كانوا الشباب الفيعين هيك زينا عم بحاولوا يعبروا عن ثقافتهم ونفس فكر الانسان القديم يعني هذا الاشي موجود في الانسان يعني من زمان لهلا بس هلا اخذوا اسلوب جديد اللي هو الجرافيتي صرت تشوف في اسهم صار في بلالين صار في اشياء هيك تسهيلات في صار انه يتفننوا فيه بلشوا يكتبوا يعبروا عن العالم بهذا لما اعطش الرب يسيني برويني من اعدائي بينجيني بيقويني من مشاكل بيحميني من الامراض بيداويني لا قدري هو دليلي حتى لما ادعم راح يجيب لك الطاقة شوي عصبي راح يجيب لك الراحة بصراحة عشان بترفع درجة الحرارة بيزيد يوم يوم سكر للمرارة لاصدقائي بقول بصوت عالي المايك سلاحي والراب الي غالي شلالي هو ملك وانا عبدالهادي بي بوي ميلز انس من بريك فو كرو طبعا بكون اخو لهذا الشاب اللي حكى من قبلي شو اللي فلو شايف طبعا احنا جايين نحكي عن تاريخنا بهاي المدرسة وقد ايه عشنا فيها ايام وايش صار معانا هون. طبعا انا درست بهاي المدرسة قعدت 6 سنين تقريبا من الصف الاول للصف السادس وبصراحة انه بفتخر انه طلعت من هاي المدرسة وانه تخرجت منها الصف السادس والله المدرسة تاريخي على انا برضو نفسه قعدت بالمدرسة من الصف الاول الصف السادس او السابع نقلت على المدرسة الجنبة لا كنا نصدر فيها جرافيتي ما كنا نعرف اشي اسمه هيب هوب لا احنا ولا النزهة ولا الاساتذة ولا الاكبر منا ولا الاصغر منا ولا اهالينا ولا اخواننا ولا اصحابنا. فجأة بنزل على الجامعة برضه قريبة من المنطقة بنزل بلاقي هالحيطان مرسومة جرافيتي مرسومة جرافيتي بالعربي بتوصل فكر طلع من شباك السيارة اللي بنزل فيها انه ايش هاد كيف وصلت ضلينا نتابع كل ما الرسم ما بزيد بزيدوا افكار جديدة كتير انبسطنا. فأنا قديم بهاي المدرسة مفتخر أصلا إن أنا كنت فيها افتخرت إنه الجرافيتي بلش بالمدارس ومن وين من عند المدرسة اللي أنا كنت فيها هيك حسيت بسعادة سعادة كبيرة جد فجد إني مفتخر إني كنت فيها جد إنها أحلى مدرسة مدرسة وكالة يمكن كتير ناس من الأردن ما بيعرف شو يعني مدرسة وكالة بس أنا بحكي لكم قد ما في مدارس American School New English خلينا نشوف شو بدهم يسووا لا عنا ستاج ولا مسرح ولا راح نقدر نسوي اشي بس هي عنا حيطان وصلنا فكرتنا بيس ملزو لفوق بيس مين وين ما اروح للرب انا اسير اعطوني هيب وخدوها هيب هوب 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 هيب هو
الاساس ملك الناس لا باقي الام سيز الاستاذ نبات اللص اللص اجيب لشعب الباس من غير الفاس ستايل الحماس دائما راح نحس اجمد من نحاس اسمع كلمات جايبه للهيب هوب الناصر رصاص وقواعد لبنايه القصر غامض اكتر من الهرم موجودة في مصر يعرفوا انو الراب هي وسيلة بتمرق الهدف بكل قرية ومدينة بتخلغي مرحبا معكم كلاود فو انا جرافيتي ارتست من عمان الاردن عمري 19 سنة بدرس هندسة زي ما انتو شايفين هاي المكان احنا بنتدرب فيه جرافيتي هون اول مكان دربت فيه فعنا رسماتي اول اشي بلشت فيهم زي ما بتعرفوا هون كمان الاردن بالاردن الجرافيتي كتير جديد ما صار له اكثر من 3-4 سنين والارتست هنا محدودين وبس اخر فتره كنت الاحظ لما اروح اماكن مختلفه من عمان مثلا حتى استغربت انه في بإربد كمان جرافيتي كان في ناس جداد جرافيتي برسموا اسمهم وبيعبروا عن حالهم ورسمات مش بطاله يعني في مستقبل للجرافيتي بس في شغله لسه انه الشعب عندنا هون مش متقبل الفكره مش عارف كيف انهم مش متقبلينها انه كل مكان نرسم فيه ما بنلاقي رسمات ممحية حتى لو احنا نكون نصلح اماكن تكون اماكن خربانة فيها دهان خربان حيطة مش مستعملينها 1000 سنة لا بس نيجي نرسم احنا بيجي عبالهم يدهنوها مع انه رسماتنا عاد بتخلي المكان احلى بكتير وانه بنعبر عن ثقافتنا بننشر ثقافة عادين هيب هوب بيس ساسكي بتدرب بريك دانس مع بريك فو وان شاء الله حصير معهم قريبا انا من اول ما قلت انا عايش هون بس للاسف ما عم درست هيك مدرسه دائما مدارس خاصه واعرف من هاي الشغلات وشايف اني غلطت عشان هيك درست مدرسه خاصه انه الهيب هوب بلش هون وصار وما فيش ولا مدرسه خاصه بالاردن عملت زي ما عملوا المدارس الوكاله اللي عندنا هون مدارس لانه اللي بيعتبروها اللو كلاس ناس اللي برا هي بتبلش بالهيب هوب وعاملين اشياء زي هيك ما عمركم حتشوفوها مدارس خاصة تدفعوا عليها مصاري واشياء زي هيك هاي عملوها هون وابدعوا كمان وعم بكتبوا اشياء يعني بتجنن نرجع ننظفها في صور على الارض بريك حتى هو منتلي باكسبن ايوه ويندمان عن تاريخ هاي عن تاريخ هاي عن تاريخ بسم الله بدينا المحبة انتقينا بسم الله بدينا المحبة انتقينا